هغسل الفراخ كويس الاول، انقعهم في دقيق وملح وليمون قبل ما ابتدي اشتغل. انا غسلتها كويس، شلت الجلد اللي عليها، شلت كمان القطعة اللي بتكون موجودة هنا دي، اكتر مكان بيعمل زفارة في الفراخ. معلقة كبيرة سمنة، بصل، جزر، رشة ملح، فلفل اسود، كمان بودرة بصل، بودرة ثوم، اي نوع بهار فراخ عندي هستخدمه. حط منه شوية شوية من تشيلي فليكس تدينا طعم سبايسي شوية، استغنوا عنه لو مش عايزين الفراخ تكون. كمان معلقة كبيرة من المرقة السريعة، معلقة كبيرة من البابريكا، وهي من الجنزبيل البودر. البهارات هتلاقوها مكتوبة بالتفصيل تحت الفيديو. انا كده تقريبا حطيت كل التوابل والبهارات، اغطيها واسيبها تتشوح شوية على الفراخ. بعد ما تشوحت كويس هنزل عليها بالمية السخنة، هغطيها بالمية السخنة. غطيت الفراخ كلها بالمية وهسيبها تتسلق كويس جدا في البهارات اللي احنا حطيناها عليها. احنا حطينا عليها بهارات كتير، هسيبها تاخد من طعم البهارات وتتسلق كويس كده. خلاص خدت وقتها في التسوية واستوت كويس جدا. الفراخ ما بردت دلوقتي اقدر اقسمها واريك وانا بقسمها. انا مش هعملها صحيحة زي ما هي كده، ده كده الجناح عشوائي جدا وبشكل بسيط. بصوا هنعمل ايه، هناخد الصدر، هناخد الجزء كده، هناخد حتة منه كده. بصوا قطعتها ازاي، احطها هنا، هاخد دي، مش عايزة القطعة تكون سميكة او كبيرة، اخد القطعة دي كده كده تمام، بشكل عشوائي زي ما قلتلكم، طريقة بسيطة وسهلة. اخد دي كده، ده الجناح حطيته لوحده، الصدر هياخد منه القطعة كده. العظم اللي فيها ده مش هنشيله، ناخد دي كده ودي زي ما هي بالعظم. شوفوا كده القطع صغيرة ازاي، بصوا قطع. حط هنا بيض، هحط على البيض معلقة صغيرة من هريسة الشطة، شوية من المستردة، شوية صغيرين، رشة فلفل اسود، وشوية صغيرين من الحليب. نقلب هنا البقسماط، نحط الفراخ في البيض، بعد كده البقسماط. نضغط عليها بايدينا كده عشان البقسماط يمسك فيها. ناخد دي كده